نحن الآن في محيط جبل مرتد الاستراتيجي شمال شرق صروح، الواقع بين جبهة الضيق شمالا وجبهة هيلان جنوبا. سنلتقي بمجموعة من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لنتحدث عن معنوياتهم في هذا الشهر الفضيل وعن شهر الرباط والجهاد والانتصارات. إذن سنلتقي بمجموعة من أفراد الجيش الوطني، كيف هي معنوياتكم؟ والله المعنويات عالية، المعنويات عالية والانتصارات قوية، ونسأل الله الصبر والثبات في هذه المواقع، ونسأل الله النصر من عنده، والرسالة لأخوتنا أنهم يدعونا في هذا شهر رمضان المبارك، ونسأل الله رب العرش العظيم أنه يثبتنا. والعدو قدو منهار، ما العدو منهار، ما عاد حد ما بالله من يلحقه، يدونا الإشارة بلحق وراء العدو هذا، وإن شاء الله منصورين. نأكد لكل أخواننا الجيش الوطني وكل اليمنيين أن النصر قادم بإذن الله، وأن الجيش الوطني في أتم الجاهزية والاستعداد لتحرير ما تبقى من الوطن. المعنويات عالية حديد، الأوقات رباط في سبيل الله في هذا الشهر مضاعف للإنسان الأجور والعبادات والطاعات، فهنيا لمن رابط في سبيل الله في هذه المواقع، مواقع الشرف والبطولة. نحن مرابطون هنا في مواقعنا، ونحس يعني بلذة الجهاد في سبيل الله، خاصة في شهر رمضان نحس بطعم الجهاد في سبيل الله أحسن مما كان قبل هذا الشهر. فهنيئا لمن رابط في هذه المواقع وفي هذا الشهر الكريم. تقدمت السنة الماضية ولها سنة الآن هم تقدموا الحمد لله، والناس متواجدين في المواقع، كلهم في مواقعهم رابطين. إذن هذه هي معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجبهة، معنويات عالية فولاذ صلبة كما لمسناها أثناء زيارتنا لهم في هذا الشهر الفضيل، شهر الرباط والانتصارات. هؤلاء الشباب أو هؤلاء الجنود يهنئون القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبمناسبة الانتصارات في ميدي وفي حرض وفي كافة الجبهات، وأيضا بمناسبة العيد الوطني 28 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة. هؤلاء الجنود يؤكدون السير والمضي في هذا الخط الثوري الجمهوري حتى النصر. ناصر الجمرة، قناة سهيل.